اكتر حاجتين بيحددوا مسار الاشعه جوه العين هو القرنيه، هو الجزء الخارجي من العين، عشان ناس كتير مش فاهمه يعني ايه قرنيه. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظاره. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الامان في عمليه تصحيح الابصار والحصول على نتائج رائعه. ابيض اس 2 يجي العين يقول لك انا جاي اعمل ليزك، معلش انت جاي تقلع النضاره، فسيبني انا اختار لك اللي يناسبك ايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون جامعه عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 25 بحثاً منشوراً دولياً، أكثر من 100 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلاً بكم، النهاردة يوم مهم جداً جداً في عالم الناس الحلوة، النهاردة عيون، والنهاردة يعني واحد من أعمدة الثقافة الطبية المصرية، أعمدة الناس الحلوة النهاردة ضيفي. وكمان الموضوع النهاردة موضوع يهم سكيل واسع قوي، لأنه كتير من الناس عملت ليزك، كتير من الناس ناوية تعمل ليزك، كتير من الناس عملت وبتتابع، لأنه ده برضو يعني لازم يبقى في الثقافة. أنا عملت ليزك، هل لازم أعمل تشيك أب؟ ده من ضمن الأسئلة اللي هسألها لضيفي، يمكن هبدأ بيها كمان، يعني مش نهايه العلاقه بيننا ان انا اعمل ليزك واروح خلاص. هل اتابع؟ طب كل قد ايه اتابع طالما الحمد لله ما فيش مشاكل؟ اعمل سيرفس يعني، اجي بقى كل مثلا سنه سنتين عن نفهم. لكن عنواننا النهارده عمليات الليزك وما يحدث حولها. يعني ايه؟ هنجهز العمليه ازاي؟ عمليه ثم ما بعد العمليه ممكن تحصل تظبيطات، مين اعلى من مين في الانواع، ده كلام مهم جدا. لكن خلي بالكم، الناس كتير معتقده مثلا التلفزيون بيأثر على النظر. هو الحقيقه علميا، وبرضه ضيفي هيصحح المعلومات دي، ان التلفزيون او الكمبيوتر ما بيسحبش النظر، لكن ممكن يسبب مشاكل تانيه في العين زي جفاف العين، يزود الجفاف، يخليه اسوأ، وده ممكن يعمل تشويش في الرؤيه او مشاكل في الرؤيه. الإضاءة الخافتة، الناس كتير تقول لواحد يدخل على أوضة مثلا، واحد قاعد في الأوضة تقول له أنت موطي النور ليه؟ الإضاءة الخافتة دي بتضعف النظر، برضو التصحيح هي مش بتضعف النظر، هي بتسبب إجهاد لعضلة العين. الجزر ما بيقويش النظر، يعني اللي عنده -7 هياكل جزر مش هيبقى -3، أو لو ما أكلش جزر في حياته السبعة دي هتحول لـ9. الكحل ما بيفتش العين في اي شيء، ما بيعالجش اي حاجه في العين، لان في معتقدات دي موجوده في حتت كتيره، وخصوصا مثلا في سينا، في البدو، في عندنا في العرب عموما عندهم اعتقاد في الكحل قوي، وفي الحتت الشعبيه عندهم اعتقاد في الكحل مهم قوي. برضو يعني هل السهر بيأثر؟ حاجات كتيره. كلمه ضعف الابصار دي كلمه احنا اي حاجه بنعملها بنقول لها بتضعف العين، مين اللي بيضعف؟ ده السؤال الذي يفرض نفسه. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع مصريا وعربيا وعالميا في عالم جراحات العيون، اللي بنفتخر جدا بالحوار معه وبوجوده كركن ركين اساسي في الناس الحلوه، والدكتور ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عساف، اللي بسعد جدا بزيارته وكالعاده يعني بشياكته. ما يجيش جنبك حاجه من المتنافسين. لا 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 لا، واحد من قمم الشياكه يعني. الله يخليك، ده من ذوقك. منور يا دكتور. انت الناس الحلوه بتشوف كل حاجه حلوه. ربنا يخليك لي. انا بقى عايز ابدا بس بالحته دي قبل ما ادخل النهارده في حلقه طويله وفيها مضمون مهم قوي، لكن هل فعلا التلفزيون والاضاءه الخافته بتاثر على العين؟ لا، زي ما احنا قلنا كده. لا لا لا، هي بيجهد العين. يعني انا دايما اجهاد للعين، ان هو مهما كان التلفزيون هي عباره عن شاشه، عباره عن بيكسل صغيره عشان تكون الصوره، ويندرج تحتيه كمان الموبايل والكمبيوتر والايباد، كلهم حاجات بيكسلز، فبالتالي بتبذل مجهود انت حضرتك علشان تفسر الصوره اللي قدامك او تفسر الكلام اللي قدامك. بيبقى العلاقه ما بين العين وما بين المخ يعني زي ما يكون يعني الاثنين بيشتغلوا مع بعض جامد قوي علشان يفسر الحاجه اللي قدامه، من غير انت ما تعرف او من غير ما انت تحس
غصب عننا ان احنا بنقلل معدل البربشه بتاعت العين. يعني المفروض ان انا اقفل عينيا وافتحها كامله كذا مره في الدقيقه، حوالي 18 مره مثلا، او ممكن يكون اكتر او اقل شويه صغيرين. لا، احنا ممكن احنا منبهرين باللي احنا بنشوفه بالعشاشه فنعمل كده. هو ده يعمل جفاف على طول، يعني يخلي الدموع تتبخر بسرعه، وبالتالي تحس بحرقان، تحس بزغلله في العين. كمان في نفس الوقت العضلات اللي جوه العين بتحاول تعمل فوكس على مسافه محدده طول الوقت، بتجهد بعد عدد معين من الساعات، فممكن تحس برضو ان نظرك مش قوي زي الاول. مش معنى كده النظر راح او اتسحب النظر زي ما بيتقال بالعاميه، لكن هو بيبقى فيه شويه اجهاد في العين، مجرد ساعه او ساعتين تريح فيهم او تنام شويه صغيرين تصحى تبقى زي الفل. السوشيال ميديا ليها ايادي سوداء على الطب بشكل غير عادي، انا شايف كده. من ناحيه اشاعات، من ناحيه الحاجات اللي بتطلع. ما هو ده طبعا للاسف، يعني طبعا، بس احنا دورنا ان احنا نحاول نوضح الصح، المعلومه الصح، ومش كل المعلومات طبعا على السوشيال ميديا بتكون مظبوطه، يعني نسبه كبيره منها بتكون غلط. يعني مثلا انا بعتقد انه في مثلا حتت معينه او لصالح حد معين بدأوا يقولوا جمل غريبة، مثلا منظمة الصحة والـ FDA بتعلق على الليزك تعليقات معينة. ده انتشر من فترة فعلا، ان هو ان الـ FDA اللي هي منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية منعت الليزك. طبعا طبعا حاجة زي كده احنا كدكاترة هنعرف قبل اي حاجة، يعني هو مش هيمنع الليزك ويسيبنا احنا شغالين، هو هيبعت لنا اي حاجة، منشور دولي اي حاجة، يا دكاترة وقفوا ما تعملوش ليزك. لكن نصحى الصبح نلاقي في حاجة موجودة على منصات التواصل الاجتماعي ان الليزك خلاص بقى محرم دوليا. طبعا احنا دخلنا وبعتنا وشفنا. هي القصة ببساطة شديدة ان في دكتور من الدكاترة اللي هم ادوا تصريح بعمليات الليزك سنة 1999، يعني الليزك واخد تصريح في امريكا من سنة 1999، في دكتور قال احنا لازم نراجع الموضوع ده علشان في مشاكل ظهرت من الليزك، لان اي حد بقى يعمل ليزك، اي حد من مقصود بيه اي مريض واي دكتور بقى يمد ايده يعمل ليزك. فقال لا، احنا لازم نراجع، يعني نحطه في بوتقة او في منظومة معينة على اساس ان احنا نضمن نتائج احسن من دلوقتي. هو يقصد اي دكتور عيون. بالظبط، لانه مش اي دكتور عيون برضو يعمل. بالظبط بالظبط. فهو ما حرمش ولا اتمنع ولا الكلام ده، والليزك حتى هذه اللحظه بيتعمل في اوروبا وامريكا والدول المتقدمه، يعني ما فيش في حاجه. هو صحه عالميه كبيره. طبعا يعني. هو التصحيح ده معناها اللي هو زي ما بيقول اعاده ترخيص الامور، يعني عايز يقننها بصوره تانية، بحيث انه مش إن اولا الليزك بيبقى فيه جفاف في العين، الليزك ممكن يبقى فيه تدهور في النظر لو العمليه تمت بصوره خاطئه، لو العمليه تمت في عين ما ينفعلهاش ليزك. فهو بس عايز ينظم الموضوع ده شويه، دي كل القصه. ودي حاجه مهمه، انا شايف ان دي حاجه مهمه جدا، علشان ان الليزك من انجح عمليات العيون، يعني تقريبا من اول ما اتعملت تخصص طب وجراحة العيون دي أنجح العمليات وأشهر عمليات بتتعمل على مستوى العالم. فبالتالي مش ممكن هي تمنع أو يحرم دوليا إلا لو في مشاكل. في مشاكل طبعا بعد العملية نتيجة ممارسات خاطئة، معظمها مش نتيجة عيب في العملية نفسها. طيب، يبقى سؤالي له شقين، ماذا يحدث بعد عملية الليزك في الحالتين؟ في حالة لو حد مش مؤهل قوي، مش متخصص في الليزك، هو دكتور عيون بس مش متخصص في الليزك عملها، او حتى لو متخصص وعملها بس في اكيد اي شيء في اي بروسيدر في الدنيا له حاجات ممكن متوقعه، شويه جفاف، شويه مشاكل في الاضاءه، نفهم دي ونفهم دي. خلينا بناخد الشق الاولاني، الشق الثاني اسف، اللي هو المريض عمل عمليه ناجحه جدا مع دكتور استشاري او مع دكتور متخصص في الليزك، وهو فاهم هو بيعمل ايه، والعين ينفع لها الليزك، وكل شيء ماشي كويس. مش هيبقى تاني يوم على طول يعني شايف بنسبة 100%، لازم يتوقع ان يبقى فيه شوية جفاف، فيه شوية احمرار، فيه شوية حرقان في العين. بعض الناس بيحسوا بأعراض جفاف، أعراض الجفاف دي بتتراوح ما بين إحساس بالحرقان في العين، إحساس بساعات شبورة في العين، إحساس ان هو ممكن يكون عينيه حمراء. فلازم يتوقع المريض ان بعد العملية هيبقى فيه مرحلة أو فيه فترة نقاهة، مش هيبقى النظر 6/6. ما يتوقعش ان هو يطلع من الليزر تحت جهاز الليزر
وينزل يسوق العربية مرة واحدة، لا هيبقى الرؤية مش واضحة، في ضبابية في الرؤية، يمكن يكون أحسن من قبل ما كان داخل العملية، لكن مستوى النظر برضو يكون فيه شوية شبورة، فبنقوله ما فيش داعي تنزل تسوق العربية على طول. فلازم يتوقع أنه يبقى في شوية احمرار في العين، في شوية حرقان في العين، في شوية شكة، ممكن يحس كأن في حصواية أو رمش غريب موجود في العين، وممكن يكون في ضبابية كمان في الرؤية. دي أربع حاجات لازم كل مريض هيعمل عملية الليزك ولو هي ناجحة 100% هيحس بيها، هيحس بيها تتراوح ما بين فترة 4 ساعات 6 ساعات يوم يومين، وتتلاشى تدريجيا، هي مش هيصحى من النوم مرة واحدة يلاقي الأعراض دي راحت خالص، لا ممكن تقعد معاه شوية وتتلاشى تدريجيا. بعد كده هوت بيبقى فيه جفاف في العين، أعراض الجفاف هتلاقيها بتروح وتيجي كل شوية، اللي هي الاحمرار والحرقان والشكشك. من حين لآخر لازم يستخدم قطرات الترطيب، لأن هو الجفاف ممكن يستمر بعد العملية من 2 إلى 6 شهور، يعني في جفاف هيبقى موجود في العين من 2 إلى 6 شهور، ودور الطبيب هو يحدد هل مستوى الجفاف اللي قبل العملية يناسب الليزك ولا يحب يعمل عملية تانية علشان مستوى الجفاف اللي في العين دي عالي ما يتناسبش مع الليزك. يبقى عايزين نوضح نقطة هنا هوت، إن الليزك هيعمل جفاف في العين، فلو العين ما فيهاش جفاف قبل العملية هيبقى فيه نسبة معينة من الجفاف بعد العملية تستمر من 2 إلى 6 شهور وخلاص. احنا عادة معظمنا بنسبة 99% عندنا جفاف نتيجة الحياة العصرية اللي احنا بنعيش، كلنا بنقعد على الموبايل والكمبيوتر وبنقرأ والآيباد والتكييف والحاجات دي كلها، وبنسهر كتير والتلوث والتراب والعفار والحاجات دي كلها، فعندنا نسبة جفاف. فهي لو كان نسبة الجفاف محدودة بحيث يسمح معاها عمل الليزك مفيش مشكلة، هتحس بأعراض الجفاف زايدة شوية بعد العملية وتتلاشى تدريجيا بعد كده. لو نسبة الجفاف عالية قوي يبقى هنا في هذه الحالة بنستبعد الليزك، أو لازم نعالج الجفاف بصورة قاسية جدا قبل العملية، قبل ما ناخد قرار عمل عملية الليزك. فأي مريض هيعمل عملية ليزك لازم يتوقع فيه فترة نقاهة، فترة النقاهة دي مهمة جدا، أشهر حاجة فترة النقاهة هي الجفاف بتاع العين. مهم جدا كمان هو ما يدعكش ضيف عينيه، الإيد مصدر تلوث ممكن ينقل ميكروبات يحطها على عينيه، حتى لو كانت إيديه نظيفة أو بيغسلها بماء صابون كويس قوي مهما كان هي مصدر تلوث. حاجة تانية، الأنسجة لسه ما التأمتش بصورة كاملة، فبالتالي ده ممكن يحرك الأنسجة من مكانها يدخل نفسه في مشاكل ملهاش لازمة. طيب اللي هو الجزء بقى اللي هو ده الجزء الحلو، ده الجزء اللي هو طبيعي، طبيعي جدا ومفيش اي مشكله، وكل الحاجات احنا قلناها كلها حاجات سيمبل، وزي ما حضرتك قلت كلها حاجات مؤقته، يعني في كام يوم هيختفوا. لو العين بقى ما ينفع لهاش ليزك، لو واحد بقى ما خدش باله، يعني ما خدش باله عملها لحد ما ينفعلوش مثلا، مش محترف مثلا نفترض، فبالتالي هي الاعراض دي هيمر بيها برضو كلها كانها العمليه ناجحه وزي الفل ما فيش مشكله، لكن مشاكل بتظهر بعد كده اهوت. بعد كده اهوت ازاي؟ اولا لو كانت نسبه الجفاف كانت عاليه قوي قبل العمليه، فاعراض الجفاف هتستمر معاه اكتر فتره طويله، وبالتالي هيبقى مستوى الرؤيه مش حلو. اهم طبقه غير القرنيه وغير العدسه بتاعت العين علشان اشوف كويس طبقه الدموع، طبقه الدموع مهمه جدا علشان انكسار الاشعه جوه العين تكون منتظم. فلو طبقه الدموع دي فيها نقص شديد اللي هو جفاف شديد يبقى هنا هو انا مش هشوف كويس، فدي هتستمر معاه فتره اطول. الحاجه الثانيه لو هو القرنيه نفسها كنسيج رخو او ضعيف وتعمل ليزك هيحصل تمدد في نسيج القرنية، التمدد ده مش هيحصل ما بين يوم ولا 2 ولا شهر ولا شهرين، لا ممكن بعد 6 شهور بعد 1 أو 2 سنين المريض يحس بتدهور في النظر وتدهور سريع، ويكتشف بعد كده انه محتاج يلبس نظارة، وقد يكون المقاس النظارة اللي هيلبسها أسوأ من النظارة اللي كان لابسها قبل كده، لان القرنية فيها ضعف، فيها ضعف من الاول، وبالتالي انبعاج، حصل تمدد فيها وحصل انبعاج بالظبط زي ما بعض الناس بيجي لهم حاجه اسمها قرنيه مخروطيه. قرنيه مخروطيه هو ضعف طبيعي، هو ضعف اسف المريض نفسه مولود بضعف في القرنيه نتيجه عوامل وراثيه، فبيحصلها تمدد من غير ما نعمل له عمليه خالص. لكن في قرنيات هي من الاول ماسكه نفسها وخيرها كافي شرها، هتيجي تلمسها بالليزر يحصل التمدد في الانسجه وتتحول إلى ما يشبه القرنية المخروطية، والمريض هنا يكتشف أن في تدهور سريع في النظر بتاعه،
ودي بتبقى بنشوفها كتير قوي بالذات الليزك مش الفيمتو ليزك، لان الليزك انا بستخدم مشرط في خطوه من خطوات العمليه، المشرط ساعات بيشيل طبقه سميكه من القرنيه اكتر ما كنت انا مخطط لها. فمهم جدا ان احنا نعرف انهي واحد يناسبه الليزك وانهي عين يناسبها الليزك، والتكنولوجي اللي هنستخدمها وقت العمليه نستخدم اعلى تكنولوجي موجوده علشان نضمن احسن نتيجه ممكنه. هو كان ده السؤال التاني بقى، لانه دايما ناس بتسال السؤال المشهور او اعمل ايه، ليزك ولا فيمتو ليزك ولا بي ار كي ولا فيمتو سمايل؟ الانواع دي بينسبها دايما للدكتور، هو اللي بيحدد الانسب. هناخد امثله سريعه كده. اهوت الليزر السطحي هو ظهر قبل الليزك بالمناسبه، اللي هو البي ار كي، اللي هو البي ار كي، بس هو طبعا دلوقتي فيه حصل تطور كبير قوي دلوقتي وبقى يعني متقدم جدا. فالبي ار كي ان انا اللي هو ان انا بسلط شعاع الليزر على سطح القرنيه، بنشيل بس شويه الخلايا بتاعه الخلايا، بس طبقه بسيطه من الخلايا. طبعا ده قديم، يعني احنا كده كنا بالاول بنشيلها بحاجه كده زي مكنسه، لا دلوقتي بقينا هنشيلها بالليزر نفسه. وبعد كده شعاع الليزر ينزل يصلح سطح، يصلح عيوب الابصار على سطح القرنيه. الليزك لازم اعمل قطع في القرنيه، انا ببعد المنطقه او الطبقه الحساسه اللي فيها الاعصاب بتاعه القرنيه، دي الطبقه السطحيه اللي فيها الاعصاب اللي هي المريض هيحس بالالم، بنبعدها عن مسار الليزر. فبنعمل قطع بالفيمتو ليزر بهذا الشكل كده، هو كنا زمان بنعمله بالمشرط، بقينا دلوقتي نعمله بالفيمتو ليزر. وبعد كده المريض بيتحط تحت جهاز ليزر تاني اسمه اكزيما ليزر علشان يصلح عيوب الابصار. بعد ما بنخلص بنرجع الشريحه دي تاني مكانها. الفيمتو سمايل اللي هو ظهر ان انا نفس الطريقه، ان انا بشكل او بغير تحدب القرنيه عن طريق ان اعمل قطع بس على مستويين جوه القرنيه، مش مستوى واحد، مستويين، كاني بشيل عدسه من جوه القرنيه نفسها. بس الميزه هنا هوت ان انا ما لمستش الطبقه بتاعه الاعصاب خالص ولا عملت فيها اي قطع خالص، انا نزلت تحتيها. فهنا هوت الفيمتو سمايل ممكن يكون انسب للناس اللي عندهم جفاف العين. خلاص دي رقم واحد. فلو واحد عنده جفاف عين واحنا شايفين ان هو يعني الفيمتو ليزك او الليزك مش هيبقى مناسب بالنسبه له، فاحنا ممكن نفكر في الفيمتو سمايل. لو لقينا القرنيه نفسها طبيعيه جدا ما فيهاش مشاكل خالص بس هي رفيعه شويه، بنفضل ان احنا ما نعملش قطع في القرنيه، بنفضل ان احنا نستبعد الفيمتو سمايل ونستبعد الليزك او الفيمتو ليزك، ونعمل هنا هو في هذه الحاله ليزر سطحي. بس بننبه ان المريض احنا هننزل شعاع ليزر على سطح القرنيه اللي هي المنطقه اللي فيها طبقه الاعصاب اللي هي تحس بالالم بعد العمليه، فبننبه المريض ان فتره النقاهه هتبقى سخيفه شويه، في شويه حرقان وشكشكه في العين 4-5 ايام، في شبوره في العين قبل ما الانسجه تلتئم تاني، تقعد حوالي اسبوع او اسبوعين. لازم المريض يبقى عارف الكلام ده علشان يبقى عامل حسابه اذا كان عنده سفر ولا حاجه زي كده ياجله، او يختار توقيت العمليه بما يتناسب مع شغله علشان يعرف ياخد اجازه من الشغل بتاعه. فالاختيارات العمليه هنا بتعتمد على الطبيب الجراح. ممكن نستبعد كل الكلام ده ونقول احنا هنعمل زرع عدسه، يعني ممكن نستبعد كل الليزر وفهمته ليزك والليزر السطحي، ما ينفعش ولا حاجه من دول، وانسب حاجه للمريض في هذه الحاله نعمله زرع عدسه. فالاختيارات طبعا لازم تكون للجراح نفسه. هو ده كان سؤالي، يعني امتى بقى هروح لزرع العدسه مثلا؟ اعتقد الموضوع محتاج حلقه لوحده، لانه زراعه العدسه دي حلقه، وواضح انه احتياجاتنا دلوقتي لزراعه العدسه بقت كتيره، لانه ناس كتير من النظارها بقى سالب 11 و12 و13 و15، محتاجين يقلعوا النظاره. وبنعملها زرع عدسات لسالب 2 وسالب 3 وسالب 4 بالظبط، ما بقتش سالب 11 بالظبط، لان هو الموضوع العدسات كمان تقدمت جدا، وفتره النقاهه بقت سريعه قوي، وبتتزرع من زرع من فتحه صغيره جدا. وعلشان نسبه او معدل انتشار جفاف العين منتشر جدا بيننا كلنا بسبب الحياه العصريه بتاعتنا، فإحنا احنا بنفضل ان احنا نعمل عمليه ما تؤديش الى حدوث جفاف بعد العمليه حتى لو فتره مؤقته. فبقينا نستبعد كمان يعني معدل حتى ان احنا نستخدم الليزر في تصحيح الابصار زي الليزك والليزر السطحي، لو قارناه من 20 سنه فاتت لدلوقتي لا المعدل قل، والكفه دلوقتي ما تمشي اكتر في ناحيه زرع العدسات اكتر.
عايز اوضح بس نقطه، ان احنا زرع العدسات احنا نقصد ان احنا بنحط عدسه فوق عدسه العين، مش بنشيل عدسه العين الاصليه ونحط مكانها عدسه تانية. دي عمليه الميه البيضاء. لكن انا بتعامل مع شخص ما عندوش ميه بيضاء، عنده 20 سنه او 30 سنه، فانا بحط عدسه فوق عدسه العين الاصليه، بدل ما يبقى عدسه لاصقه او عدسه في صوره نظاره بحطها فوق عدسه العين. العمليه دي بقت ناجحه جدا، بقينا نعملها كتير بمعدل اكتر بكتير من العشر سنين اللي فاتت. هروح بقى لسؤال محاكاة، سؤال بيحكي لنا قصة مهمة من قصص العيون، تعالوا نشوف مع بعض. دكتور، أنا بقالي سنين يمكن أكتر من 10 سنين بستخدم عدسات لاصقة لأني بفضلها أكتر من النظارات. دلوقتي عايز أبطل أستخدمها خالص وأعمل تصحيح إبصار، بس قريت على النت أنه في تعارض بين الاستخدام الطويل للعدسات اللاصقة وعمليات تصحيح الإبصار، هل ده صحيح؟ ده سؤال برضو منتشر قوي، لأن في ناس معتقدة يعني أنه طالما لبس عدسة فترات طويلة عدسة لاصقة هيبقى صعب نعمل تصحيح إبصار. لا، هو كل المشكلة أن لبس العدسات بالذات لفترات طويلة بيغير شكل القرنية، يعني القرنية كسطح خارجي هنحط عليه العدسة اللاصقة بتغير شكل القرنية، فبتدينا أشكال مختلفة من القرنية ما بتبقاش أشكال طبيعية. يعني ما أقدرش أبني عليها قرار لعمل عملية الإصلاح الإبصار والمريض لسه قلع العدسات. فلو هو بيلبس عدسات فترات طويلة يبقى مطلوب منه يقلع العدسات لفترة قد تمتد الأسبوعين قبل ما يعمل فحوصات الليزك، فما فيش أي معارضة ما بين لبس العدسات وعمليات إصلاح الإبصار، لكن مفروض أنه يبقى في فترة في النص تتخللها عدم لبس العدسات خالص، تتراوح ما بين أسبوع أسبوعين ساعات 3 أسابيع أو 4 أسابيع على حسب هو كان بيلبس العدسات فترة بقالها قد إيه أو عدد ساعات كبير في اليوم، علشان نعرف نعمل فحوصات مظبوطة وناخد القرار بصورة مظبوطة. قبل أن نذهب إلى فقرة الأفلام، عايز الفقرة اللي بخاف منها دي أفلام مهمة، عايز نلخص للناس المضمون المهم اللي احنا جايين النهاردة نقوله. عايز أوضح للناس إن هو الليزك، أولاً السؤال بتاع حضرتك بتاع منظمة الأغذية والصحة الأغذية والأدوية الأمريكية الـ FDA، لا، الليزك ما تمنعش، الليزك موجود ومنتشر وبيتعمل حتى هذه اللحظة. الليزك من أنجح العمليات اللي بتتعمل على مستوى العالم في العيون، والفيصل في نجاح العملية هو خبرة الجراح والأجهزة المستخدمة. ده أهم حاجة. طيب، من الذي يوضع خلف القطبة؟ تصرف معين اللي عمله يستدعي ان هو يتحط خلف القبة بلا دبلوماسية. ما تعمل ليزك في الاطفال ده يتحط خلف القبة طبعا، يعني هروح له عايز خلف القبة انا عايز اوضح بس احنا بنعمل ليزك في الاطفال في شروط محدده، لما يكون في اختلافات في الابصار ما بين عين وعين، واحنا هنا بنعملها علشان نقرب المسافات شويه ما بين العين اليمين والعين الشمال، مش عشان المريض يقلع النظاره، عشان بس نعرف نلبس النظاره، ولا عشان يعالج له الحول. لا طبعا حول ايه يعني. فالاطفال الصغيرين، الطفل زي ما هو طفل النهارده طوله 110 سنتي، بعد شويه 120، بعد شويه هيبقى متر و60 متر و70 متر و80 سنتي، العين نفسها كمان ابعادها بتتغير ومقاساتها بتتغير، وبالتالي مقاس النظاره بيتغير بسرعه جدا في الاطفال، ولغايه يستمر هذا التغير حتى بعد مرحله بلوغ بحاجه بسيطه. فبالتالي انا هعمل ليزك النهارده على مقاس مش هو ده المقاس اللي هيعيش بيه المريض طول حياته، فبالتالي انا بدمر له الفكرة بتاعت ان هو يقلع نظارة خاص. الطفل الصغير لو عملت له ليزك وطفل صغير في مرحلة النمو هيلبس نظارة بعد كده، وده اكيد 100%. الحاجة التانية اللي عايز اوضحها برضو مهمة جدا، ان الفحوصات اللي بنعملها قبل العملية، الفحوصات دي بتتطلب ان احنا المريض يكون متعاون معانا. الاطفال الصغيرين مش بيبقوا متعاونين وقت لما بناخد الفحوصات. الحاجة الاخيرة ان فترة النقاهة بعد العملية ليها شروط، بنقول للمريض ما تدعكش ديك في عينيك، ما تحط الاطراف بانتظام. الطفل الصغير صعب ان انت تسيطر عليه في الموضوع ده، فانت بتعرضه لخطر شديد جدا بعد العمليه بدون اي داعي. طبعا الجزء الاول هو الاهم، الجزئين التانيين مهمين جدا، بس الجزء الاولاني في الكلام واضح جدا، ده يعني مش هنقدر نتفاداه، اللي هو ان فعلا الطفل ده هيلبس نظاره بعد كده اهوت، ومش هتتحسن العمليه، ومفيش ليزر لعلاج الحول ده. لا، هو الحول، اصل هو الحول حضرتك فيه انواع على فكره، خلينا واضحين، في انواع من الحول بتتعالج بنظاره، اللي بيبقى عندهم طول نظر، فانت بتعوض طول النظر ده بنظاره. طب في ناس يقول لك طب ما نقلع النظاره ونعمله ليزر. لا، هو طول النظر ده
بيتحسن تدريجيا مع السن. يعني النهارده الطفل بيلبس نظاره زائد 4، بعد سنه هيلبس نظاره زائد 3، بعد سنه هيلبس نظاره زائد 2، بعد سنه تلاقي مش بيلبس نظاره خالص والحول اتظبط لوحده، لان هو مرتبط بوجود طول النظر. طول النظر ما بيتحسن هيتحسن مع الحول، فهو هيتحسن تلقائيا لوحده. ده في بعض الحالات طبعا، لكن انا اروح اعمل ليزك علشان اصلح الحول ده طبعا. طب في انواع ثانيه من الحول ما بتتصلحش اساسا بالنظاره خالص، ده محتاجه عمليه حول، مش عملية جراحة على عضلات. عملية جراحة على عضلات، على العضلات مش ليزر، مش ليزر، دي عملية جراحة على العضلات. بالزبط. عضلة نفسها قصيرة هشدها او طويلة هشدها قصيرة هفردها، حاجات تانية خالص. طيب البركان عندنا اللي هو البركان انت عارف طبيعته ممكن ينفجر في اي لحظة، فايه هو الحالة اللي انت بتشبهها بالبركان انت تتوقع ان ممكن تعمل مشاكل بعد كده؟ ده البركان اللي هو لا قدر بيبقى تلوث بعد بعد العمليه. دي بتبقى مشكله طبعا، يعني عشان كده احنا بنستخدم الات دايما تكون ديسبوزبل، حاجات كلها بتستخدم مره واحده وتترمي على طول. الحمد لله ان النسبه اللي هي نسبه التلوث على مستوى العالم يعني حوالي 1 من 100%، يعني 1 في 10,000. معنى كده ان كل 10,000 عين ممكن حاله منهم يحصل فيها تلوث. طبعا مهم جدا ان احنا نعالج الموضوع ده بسرعه علشان نضمن احسن نتيجه ممكنه والمريض يستعيد بصره بسرعه. دي طبعا اسوأ حاجه احنا بنخاف منها. الخديعه الكبرى دي اسئله صعبه قوي المره دي، كلها حاجات مفيش دبلوماسيه. الخديعه الكبرى ان هو هقولها زي ما قلت المره اللي فاتت، تلوين العين. خديعه، ده خدعه كبرى. خدعه كبرى، جريمه كبرى. انا عايز اوضح ان لون العين هي عباره عن القزحيه، ده نسيج جوه العين مش عدسه. يعني في ناس فاكره ان في عدسه جوه العين هي اللي بتدي اللون، لا، العدسه اللي ربنا خلينا بيها هي عدسه شفافه وفي نسيج فوقيها اسمه القزحيه، في كمية من الصبغيات بتختلف من شخص للتاني. لو الصبغيات كتيرة بتبقى لون العين اسود او بني، لو اقل شوية بتبقى اخضر او ازرق وهكذا. فانا بغير لون العين، انا بحط فوق هذا النسيج بحط مادة تانية، سيليكون او بلاستيك او ماكريليك او whatever، فدي مادة غريبة جوه العين ومش في مكانها الحقيقي، فبتعمل مشاكل ضخمة جدا في العين. دي خديعة كبرى، ارجوكوا يعني حاولوا من هذا المنصة من البرنامج ان هو تركزوا على الموضوع ده. لا ان شاء الله كل حلقاتنا نأكد بس عشان كتر التكرار، لانه في ناس بتتفرج على الحلقة دي، في ناس ما تتفرجش على الحلقة اللي فاتت. المرة اللي فاتت تكلمنا برضو على انه عملية تلوين العين دي جريمة ضاحكة، جريمة مبكية، لا جريمة مأساة ملهاش معنى، لانه يعني انت لون عينيك اسود حلو جدا عايز تخليه اخضر ليه؟ غير ان هي مضره، يعني هي مش القصه ان انت عايز تخليه اخضر عشان انت نفسك فيه، انت هتتضرر كتير جدا من الحركه دي، من العمليه دي، وممكن تدفع ثمن عينك ان انت ما تشوفش. يعني احنا ما عندناش مانع يغير لون العينيه، ما هو في زي ما الناس بتصغر مناخيرها او تعمل عمليات، ما عنديش اي مشكله، بس لما تكون العمليه امنه. لو كان هي العمليه مش امنه ومش معترف بها دوليا يبقى ما فيش داعي نجازف. يعني ثمن هيبقى غالي. بالظبط. انت نورتني واسعدتني وكالعاده امتعتنا بحوار ممتع جدا في انواع الليزك وما يدور حول الليزك اب تو ديت في 2020. كل الاحدث دايما هتلاقوه في الناس الحلوه اكيد مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد عساف، استاذ طب وجراحات العيون، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، وعميد كليه الجراحين الملكيه البريطانيه والجمعيه الامريكيه لطب وجراحات العيون، والجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، والجمعيه الامريكيه لاصلاح عيوب الانكسار. نورتنا وشرفتنا وكالعاده ابدعت. الله يخليك، متشكرين جدا على الاستضافه. ده اللي متشكر جدا على الله يخليك. خليكم دايما مع نفسكم.